فيما كان الخارجون من قريتي الفوعة وكفرية في طريقهم إلى حلب، استهدفتهم بشكل غير متوقع سيارة مفخخة في منطقة الراشدين التي تسيطر عليها المعارضة بريف المدينة، موقعة قتلى وجرحى. الانفجار استهدف بشكل رئيسي نقطة انتظار قافلة الفوعة وكفرية التي تحمل 5000 شخص خرجوا بموجب اتفاق الهدنة بين جيش الفتح الذي يضم تنظيم جفش أو جبهة النصرة سابقا وإيران. كان هؤلاء قد علقوا في محيط حلب بعد تعثر اتفاق الإجلاء الذي يتضمن أيضا إخلاء سكان ومقاتلين من بلدتي الزبدان ومضايا المعارضتين قرب دمشق. علق هؤلاء أيضا في طريقهم إلى إدلب بعد أن أوقف تنظيم جفش تنفيذ الاتفاق. الهجوم بحسب مصادر ميدانية نفذ بسيارة مفخخة تحمل مواد غذائية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. المعارضة أدانت الهجوم على نطاق واسع معتبرة أنه يستهدف المدنيين، فيما يتخوف السكان الذين تم إجلاؤهم من الزبدان ومضايا من عمليات انتقامية بعد الاحتقان الحاصل إثر التفجير، محملين الجهات الراعية لاتفاق المدن الأربع مسؤولية إيصالهم إلى وجهتهم النهائية في إدلب.